بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وصحبه سيدنا ومولانا محمد. ثم بعده يقول: واعلم أن ما ذكره من التنزيهات بعضها يغني عن البعض، إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح في ذلك قضاء لحق الواجب في باب التنزيه وردا على المشبهة والمجسمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وجه وآكده، فلم يبالي بتكرير الألفاظ المترادفة والتصريح بما علم بطريق الالتزام. يعني الشاعر المصنف أتى بألفاظ مترادفة، يغني بعضها عن بعض، لكن أنا بينت في بعض الأماكن فرقا دقيقا. نعم، ومع ذلك لو حمل على ظاهره يغني بعضها عن بعض، مثلا يبينه الكستلي كالمتبعض والمتجزئ، والتصريح بما علم التزاما، فإنه لما علم أنه واجب علم أنه قديم. إذن المترادفات مثاله هذا، وقال ليس بمتجزئ ولا بمتبعض، فإذن أحدهما يغني عن الآخر. كذلك حينما علم أنه واجب علم أنه قديم، ثم صرح كما بين شارحه فيما مضى. ثم كذلك ولما علم أنه ليس بمصور ولا محدود ولا متناه، علم أنه ليس بموصوف بالكيفية، ثم بعد ذلك قال لا يوصف بالكيفية، هذا ما علم التزاما صرح به. كذلك حينما علم أنه واحد علم أنه ليس بمعدود، الواحد ليس بمعدود، أولا قال هو واحد ثم بعد ذلك قال ليس بمعدود، هذا تصريح بما علم الالتزام. كذلك أيضا ولما علم أنه ليس بمتبعض علم أنه ليس بمتركب. نعم، فإذا هذا لماذا أتى بهذه التصريحات أو المترادفات قضاء لحق الواجب، إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح. لماذا أراد التفصيل والتوضيح زيادة في ذلك؟ قضاء لحق الواجب، قضاء لحق الواجب تعالى في باب التنزيه. ما معناه؟ يعني يجب المبالغة في التنزيه، هذا هو حق الواجب تعالى، يجب على العبد مبالغة في تنزيهه تعالى، لأجل ذلك هكذا صرح. ثم أيضا وردنا على المشبهة والمجسمة وسائر فرق الضلال والطغيان، كيف هذا الرد؟ لو كان مترادف أتى بأحدهما، أحد المترادفين، يكون هناك رد. كذلك حينما يعلم هذه الأمور التزاما يكون فيه رد. ثم ماذا أراد بالرد؟ ليس أصل الرد، بل الرد بأبلغ وجه وآكده. هكذا يجب الرد على فرق الضلال والطغيان من أهل القبلة، يجب الرد بأبلغ وجه وآكده بدون أي تسامح، لا يسامح معهم. هذا هو سيرة وسنة أسلافنا ومشايخنا، جزاهم الله خيرا عنا وعن هذه الأمتنا، بسبب ردهم الصارم وإنكارهم البالغ والآكد بقي هذا الدين الغراء بدون إصابة شبهات هذه الفرق الضالة الطاغية. نعم، فلم يبال بتكرار الألفاظ المترادفة والتصريح بما علم بطريق الالتزام. نعم، من المشبهة؟ من المجسمة؟ المشبهة قوم، اذكر عسام الدين، قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالمحادثات.
بالحادثات. نعم، هم يشبهون الله تعالى بالحادثات والمخلوقات. نعم، لا يقولون بما يقول أهل الحق والسنة، هذا من أنه تعالى له صفات مخالفة للحوادث، هم لا يقولون بل يشبهون. والمجسمة غلاتهم المصرون على التجسيم، يعني مجسمة قوم يثبتون لله تعالى الجسم، فهذا إثبات الجسم يأتي من تشبيهه تعالى بالمخلوقات. فإذا التجسيم لازم مذهب المشبهة، أما هذا التجسيم الصريح هو مذهب المجسمة. غلاتهم المصرون على التجسيم الصرفي، وأما غلاتهم فهم مشبهة الحشبية. المجسمة غلاتهم من المصرون على التجسيم الصرف، هم يذكرون بالتجسيم فقط، يعني يثبتون لله الجسم فقط. ثم وأما غلاتهم فهم مشبهة الحشبية، فقالوا هو جسم لا كالأجسام. في عبارته يعني خط أولا قال والمجسمة غلاتهم المصرون، ثم أيضا قال وأما غلاتهم فهم مشبهة الحشبية. لا يكون المجسمة غير غلاتهم المصرون على التجسيم الصرف، أما غلاتهم فهم مشبهة الحشبية، الحشبية يعني المجسمة، فقالوا هو جسم لا كالأجسام من لحم ودم، لا كاللحم. هم يقولون أن ذات الله سبحانه وتعالى جسم من اللحم والدم، ثم يقولون جسم ليس كسائر الأجسام، لحم ليس كلحم سائر اللحوم، وكذلك دم ليس كسائر الدماء، هكذا يقولون، وله الأعضاء والجوارح هكذا. ثم يقولون ليست جوارحه وأعضاؤه كسائر أعضاء الحيوانات والجوارح، هكذا يقولون. وسائر فرق الضلال بعد المشبهة عهد وسبعون، والعبارة تدل على أن أحدا منهم ليس بمصيب في باب التنزيه. نعم، كل هؤلاء أخطأوا في باب التنزيه. نعم، هم ما نزه الله سبحانه وتعالى حق التنزيه، أما أهل السنة هم الذين نزهوه حق التنزيه. نعم، فلم يبالي بتكرير الألفاظ المترادفة والتصريح بما علم بطريق الالتزام. نعم، ثم بعده ثم إن مبنى التنزيه عما ذكرت على أنها تنافي وجوب الوجود لما فيها من شعائب الحدوث والإمكان على ما أشرنا إليه، يعني هذه التنزيهات مبنية على ما، يعني على أهل السنة قاطبة ينزهون الله سبحانه وتعالى حق التنزيه، ثم في توجيه هذه التنزهات اختلاف بينهم، في توجيه هذه التنزهات اختلاف بينهم. هذا رأينا فيما مضى اختلافهم، مثلا حينما ذكرنا أن الله تعالى ليس بعرض، لماذا ليس بعرض؟ لأن العرض هو يعني قائم بغيره. نعم، وهو يفتقر إلى غير، إذن كل هذا علامة الحدوث والإمكان، هكذا طريقا. ثم كان توجيه آخر هناك أن الأرض ممتنع البقاء، هكذا مسلك آخر. نعم، على كل حال اتفقوا أن الله تعالى ليس بعرض. نعم، وهذا الذي يذكر الشارح هنا، ثم يرجح
ما هو الراجح عنده من هذه التوجيهات لهذه التنزهات. ثم إن مبنى التنزيه عما ذكرت على أنها تنافي وجوب الوجود لما فيها من شائبة الحدوث والإمكان، يعني أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فإذا فهو منزه عما فيه شائبة الحدوث والإمكان على ما أشرنا إليه، يعني هذا أشار إليه الشارع سابقا، لا على ما ذهب إليه المشايخ، يعني بعض المشايخ ذهبوا إلى توجيه آخر، فهذا التوجيه يضعفه الشارع هنا، من أن معنى الأرض بحسب اللغة ما يمتنع بقاؤه، ومعنى الجوهر ما يتركب عنه غيره، ومعنى الجسم ما يتركب هو من غيره، بدليل قولهم هذا أجسم من ذاك، لذلك معنى الجسم ما يتركب هو من غيره. نعم، ليس بناء على هذه الأمور. كذلك وأن الواجب لو تركب فأجزاؤه إما أن تتصف بصفات الكمال فيلزم تعدد الواجب، هكذا بعض من العلماء، يعني لو كان الله سبحانه وتعالى متركبا فماذا حال أجزاء هذا المتركب؟ إما تتصف هذه الأجزاء أيضا بصفات الكمال فيكون كل جزء ذاتا ذاتا واجبا واجبا هكذا، أو لا، لو لم يتصف جزءه تعالى أجزاء هذا المركب بصفات الكمال أو لا، يعني لا يتصف بصفات الكمال، فيلزم النقص والحدوث، النقص والحدوث، نعم، لو لم يتصف بصفات الكمال يدل على أنه حادث، والحدوث نقص هكذا. وأيضا إما أن يكون على جميع الصور والأشكال والكيفيات والمقادير، هذا توجيه آخر لبطال الصورة والشكل والكيفية والمقدار عن ذاته تعالى، فيلزم اجتماع الألداد أو على بعضها، يعني لو كان الله تعالى مصورا على أي صورة على جميع الصور، فإذا يكون هناك اجتماع للدان، أو يعني على بعض الصور، فمن اختار هذا البعض؟ على بعض الشكل أو بعض الكيفية، من اختار هذه الكيفية وهذا الشكل؟ يجب هناك مرجح يختار هذه الأشكال والصور، وهي مستوية، يعني الكيفيات والمقادير والأشكال والصور كلها مستوية الأقدام في أي شيء؟ في إفادة المدح والنقص، في إفادة المدح والنقص. لو كان شكل يفيد المحمود يفيد المدح كل شكل هكذا، أو شكل يفيد النقص كل شكل يفيد النقص، وفي عدم دلالة المحدثات عليه، وفي دلالة المحدثات عليه فيفتقر إلى مخصص. كذلك هذه جميع الكيفيات جميع الصور مستوية، أين؟ في عدم دلالة المحدثات عليه، يعني على البعض، المحدثات لا تخصص هذا البعض صورة لذات الله شكلا لذات الله لا تدل، فيفتقر إلى مخصص، يعني لو كانت مستوية في إفادة المدح والذم، لو لم تكن تدل المحدثات عليه على البعض فيفتقر هذا البعض إلى مخصص، لو كان يحتاج يفتقر إلى مخصص يدخل تحت قدرة الغير، ويدخل هذا يدخل تحت قدرة الغير فيكون حادثا، يعني صورة تكون حادثة، شكل يكون حادثة، كيفية يكون حادثة، بخلاف مثل العلم والقدرة فإنها صفات كمال تدل المحدثات على ثبوتها وألدادها نقص صفات نقصان لا دلالة على ثبوتها، فهذا دفع لاعتراض إيراد، يعني كذلك العلم والقدرة، كذلك العدم الجهل أو العجز، ثم
كيف اختير العلم لذات الله والقدرة لذات الله، العلم والجهل كلاهما سواء في إفادة المدح والنقص، وكذلك في عدم دلالة المحدثات عليه، العلم والجهل والقدرة والعجز هذه سواء مثل جميع الصور جميع الأشكال جميع الكيفيات، فإذا كيف اختير هذا البعض؟ الجواب يعني هذه صفات كمال أضدادها صفات نقصان، ليس كذلك الكيفيات والأشكال والمقادير هكذا، كذلك الحوادث تدل عليه بخلاف الصور والأشكال هكذا. نعم. ثم فإذا هذا التنزيهات مبني على هذه الأمور ليست مبنية على ما بينا، لماذا؟ لأنها تمسكات ضعيفة. هو قال لا على ما ذهب إليه المشايخ، ثم بين ماذا ذهب إليه المشايخ من أن معنى الأرض كذلك كذا كذا، أن الواجب كذا، أن هكذا بينا، ثم أخيرا يعلل لأن ما ذهب إليه المشايخ تمسكات ضعيفة توهن عقائد الطالبين، يعني هذا باب العقائد، لو كان الدليل فيه وهن وضعف هذا توهن تضعف عقائد الطالبين وتوسع مجال الطاعنين، يكون هناك وسعة لدخول الطاعنين، لذلك لا يكفي. زعم منهم أن تلك المطالب العالية مبنية على أمثال هذه الشبهة الواهية، ممكن هؤلاء الطاعنون يدخلون كيف بزعمهم، هم يزعمون أن تلك المطالب يعني ليس بعرل ولا بجسم ولا بجوهر ولا مصور ولا متجزي كذا كذا كذا، وهذه المطالب هي عالية في نفس الأمر، مع ذلك هؤلاء يزعمون الطاعنون يمكن أن يزعموا أنها مبنية على أمثال هذه الشبهة الواهية. نعم. لأجل ذلك الأحسن ما ذكره الشارح أولا من أنها مبنية على أنها تنافي وجوب الوجود، هذا أحسن لا بأس إن شاء الله. ثم واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية والصورة والجوارح. نعم. ثم فيما مضى رددنا وأنكرنا على كثير من الفرق الضالة من أهل القبلة المتجسمة المشبهة كذا كذا كذا، فإذا ماذا هو دليلهم؟ لماذا وقعت شبهة لهم؟ هذا الذي يقول اهتج المخالف بالنصوص الظاهرة، هذه النصوص إما آيات وأحاديث، هذه النصوص الظاهرة أين؟ في الجهة، بعض النصوص الظاهرة في الجهة يعني في إثبات الجهة لله تعالى، والجسمية بعض النصوص ظاهرة في إثبات الجسمية لله تعالى، كذلك في إثبات الصورة لله تعالى، كذلك في إثبات الجوارح لله تعالى. ما هذه النصوص؟ مثلا هذا ما هو ظاهر في الجهة قوله تعالى، مثل قوله تعالى إليه يسعد الكلم الطيب كذلك، إليه يسعد الكلم الطيب، كذلك قوله تعالى وتعرج الملائكة والروح إليه، هذان ظاهرا يثبت الجهة، كذلك الجسمية نص يفيد الجسمية ظاهرا نحو وجاء ربك، هذا المجيء يكون للجسم، وجاء ربك، كذلك قوله آخر وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم الله، هذا الاتيان من الجسمية، كذلك ما نص يثبت الصورة ظاهرا نحو قوله تعالى قوله عليه السلام إن الله خلق آدم على صورته،
إن الله خلق آدم على صورته. نعم، على صورته ما معناه؟ هذا الضمير يرجع إلى آدم عليه السلام. خلق، إن الله خلق آدم عليه السلام على صورة آدم. لماذا قال على صورة آدم؟ هذا معلوم. نعم، هذا لتشريف صورته. نعم، بيان شرف صورة الإنسان، قال هكذا. نعم، هذا تأويل. هناك تأويلات. وكذلك ما يفيد أن الجاري حتى ظاهرا، نحو ويبقى وجه ربك، كذلك قوله تعالى ويد الله فوق أيديهم، كذلك ولتصنع على عيني. نعم، هكذا آياتهم تمسكوا بمثل هذا. ثم وبأن كل موجودين فرلا لا بد أن يكون أحدهما متصلا بالآخر مماسا له أو منفصلا عنه مباينا بالجهة، والله تعالى ليس حالا ولا محلا للعالم فيكون مباينا للعالم في جهة، فيتهيز فيكون جسما أو جزء جسم مصورا متناهيا. هكذا هم ذكروا دليلا عقليا. أولا هم تمسكوا بهذه الظواهر لهذه النصوص، ثم قالوا دليلا عقليا ما هو؟ بأن كل موجودين فرلا، موجودان مفروضين، لا بد أن يكون أحدهما متصلا بالآخر مماسا له، إما يتصل به يماسه، أو منفصلا عنه مباينا. لو كان منفصلا كيف يكون مباينا بالجهة؟ والله تعالى ليس حالا ولا محلا للعالم كما ثبت سابقا. نعم، فيكون مباينا للعالم، يعني هنا شيئان، الله تعالى والعالم. الله تعالى هل هو حال أو محل للعالم؟ ليس. فإذن يقابله العالم، ينبغي أن يكون الله تعالى في جهة مقابلة العالم فيتهيز. لو كان في جهة ينبغي أن يتهيز فيكون جسما، لو تهيز يكون جسما أو جزء جسم، ولو أيا كان جسما أو جزء جسم يكون مصورا يكون متناهيا. هكذا هم يعني استدلوا، والجواب عنه أن ذلك وهم محل وحكم على غير المحسوس بأحكام المحسوس. يعني هذا الذي قال كل موجودين لا بد أن يكون أحدهما متصلا بالآخر مماسا له أو منفصلا عنه مباينا بالجهة، وهذه قضية وهذا حكم على ما على غير المحسوس بحكم المحسوس، هذا قياس مع الفارق. غير المحسوس لا يقاس على المحسوس، أحكام المحسوس لا تستنبط، أحكام غير المحسوس لا تستنبط من أحكام المحسوس. هكذا، والأدلة القطعية قائمة على التنزيهات، يعني كما سبق أن ذكرنا، فيجب أن يفضل علم النصوص. فإذن أولا ذكر أنكر ورد على هذا الدليل الثاني، ثم رد على ظواهر النصوص. ماذا؟ والأدلة القطعية قائمة على التنزيهات. ما هذه الأدلة؟ أدلة يعني مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، أو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هكذا نصوص أخرى. وكذلك أدلة قطعية عقلية مما سبق. عندئذ يجب أن يفضل علم النصوص إلى الله تعالى على ما هو دأب السلفي إيثارا للطريق الأسلم. يقال هكذا الله أعلم بمراده، معناه ليس ظاهره مرادا. ثم أو تؤول بتأويلات صحيحة على ما اختاره المتأخرون دفعا لمطاعن الجاهلين وجذبا لطبع القاصرين سلوكا للسبيل الأحكم. يعني هذا مذهب الخلف، في المذهبين جزء اتفاق. ما هو؟ ليس ظاهر هذه النصوص مرادا،
لم يقل أحد من السلف أن ظاهر هذه الآية هذه النصوص مرادة، ولم يقل أحد من السلف، ولم يقل أحد من الخلف أيضا أن ظاهر هذه النصوص مرادة، بل قالوا قاطبة أن ظواهر هذه النصوص ليس مرادا، وهذا الذي لم يفهمه أهل البدعة، هم ما فهموه. ثم بعد ذلك اختلفوا، هذا القدر يكفي لنا. ثم اختلفوا، لو لم يكن ظاهره مرادا فماذا ظاهره فماذا مراده؟ قال السلف والله أعلم بمراده، لم نكلف، ما كلفنا الله بالفحص عن مراده لأنها متشابهات، هكذا هم فضلوا. ثم بعد ذلك حدث هناك من في قلبه زيغ، أما الذين يتبعون ما تشابه منه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذه الطائفة حدثوا فيما بعد. ثم بعد ذلك هم تتبعوا المتشابهات وألقوها إلى عامة الناس، إلى عامة المؤمنين، لماذا؟ ابتغاء الفتنة، يعني إفساد إيمانهم. عندئذ تصدع المتأخرون بالخلف من علماء السنة حتى بيّنوا معنى محتملا صحيحا لهذه النصوص، هكذا فقط. هذا الذي قال دفعا لمطاعن الجاهلين وجذبا لطبع القاصرين سلوكا لسبيل الأحكم، هذا أحكم وذاك أسلم، نعم، أيا كان كلاهما واحد في جانب، ثم بعد هذا التفرق والخلاف هذا لا يضر. نعم. ثم ولا يشبهه شيء.